إلى أمتي العربية، الحلم والواقع، وإلى الشعر العربي ضميرها الحي، وإلى معلمين الأوائل أصحاب المعاجم والمختارات، وإلى الشعراء العرب رسل التنوير والثقافة والتقدم، وإلى جمهورنا الحبيب أهدي هذا المعجم عبد العزيز سعود البابطي. إبراهيم الحضراني. ولد الشاعر إبراهيم أحمد الحضراني عام 1920 في قرية خربة بويابس من قرى عنزب اليمن، وتوفي عام 2007. لم يدخل مدارس منتظمة، ولكن درس على والده الأدب القديم والنحو والتاريخ والعلوم البلاغية والشرعية، ثم أقبل على الكتب المترجمة فقرأ الآداب العالمية، واتصل بكبار الأدباء والشعراء العرب واستفاد من اتصاله بهم. كان عضواً بالوفد اليمني في الجامعة العربية بالقاهرة، وعمل مستشاراً ثقافياً في سفارة اليمن بالكويت وفي وزارة الثقافة اليمنية. كتب عنه كثير من النقاد والشعراء، منهم عبد الله البردوني وهلال ناجي وأحمد الشامي وعبد العزيز المقالح، وخصصت له مجلة الحكمة اليمنية عدداً كاملاً من أعدادها. وصدر بعد رحيله كتاب يتناول سيرة حياته وبعض كتابات الكتاب عنه بعنوان الحضراني يعانق الخلود، من دواوينه الشعرية ديوان القطوف الدواني، وصدر عام 1991. يقول الشاعر إبراهيم الحضراني في قصيدة بعنوان كلهم يحدثني عنك: حبك ما أقوى وما أعمق، قد علم الأشياء أن تنطق، قالت لي الصخرة لا تنسه، وكيف أنسى، وكيف أنسى حبي الأسبق. والنهر لما جئته مفردا يسألني عن موعد الملتقى، والروض حتى الروض ما لم تكن بجانبي ينظرني محنقا، نسمته في مسمعي عاصف، وزهره يوشك أن يحرق. والعطر يأبى، والعطر يأبى كلما رمته من غير أنفاسك أن يعبق. علمت ما حولي حديث الهوى، وكيف يدني، وكيف يدني قلبي الشيقا. وأما قصيدة رمال عطشة فيقول فيها الشاعر اليمني إبراهيم الحضراني: الندامة، وأين مني الندامة؟ ذهبوا يمنة وسرت شآمة، يا أحباءنا تنكر دهر كان بالأمس صغره بساما. ما عليكم في هجرنا من ملام، قد حملنا عن الليالي الملامة، وطوينا على الجراح قلوبا دميت، دميت لوعة وذابت غرامة. سوف يدري من ضيع العهد أن منه أسمى نفسا وأوفى زماما. نحن من لقن الحمام فغنى،
ومن الشوق عطر الأنسام، والندى والندى في الرياض فيض دموع من جفون لنا أبت أن تنام. كم سجى الليل، كم سجى الليل والجوانح هيما بتباريحها تناجي الظلام. الندامة، وأين مني الندامة؟ ذهبوا يمنة وسرت شآما. الرمال العطشى وتلك نفوس تتلظى صبابة وهياما. هومي يا رمال ما دامت النعماء يوما، كلا ولا البؤس داما. قد بذلنا النفيس من كل شيء فجنينا الأحلام والأوهام. يا ليالي الأحلام عودي، فإنا قد عشقنا برغمنا الأحلام. نبتدي حيث ننتهي، ما بلغنا من مرام ولا شفينا أوام. وفي قصيدة الشلال يقول إبراهيم أحمد الحضراني: يا حبيبي لقد مررنا بهذا النبع يوما وحبنا دفاق، ثم عدنا إليه والعشب قد جف وجفت في قلبك الأشواق. هكذا قالت الطبيعة، إن هكذا هكذا لقا وفراق. يا حبيبي سيرجع العشب غطا وسيلهو كعهدنا العشاق، والعصافير في الروابي تغني والشذا والزهور والأوراق. غير كل ربيعنا بعدما غاب أيرجى لصبحه إشراق. يا حبيبي وفي الضلوع رماد من بقايا أيامنا عباق، ضعه فوق الجراح، ضعه ولو طرفة عين فإنه ترياق. هذه لحظة هي الدهر، لا ماض تولى ولا غض لا يطاق. أنت لست المدان إن ذبل العشب فأودى أو جفت الغدران. أنت من أنت يا رفيق حياتي، وأنا من أنا، كلانا دخان. إنني قد سألت قلبي لك الغفران، يا من وجوده غفران. أي قلب وكيف يسمع قلبي، والهوى فيه صاخب غضبان. قضي الأمر يا أحبة قلبي، ليس لي قدرة ولا سلطان. يا حبيبي وليس أول جرح، كم حملنا لمن نحب جراحا ونسينا الجراح وهي دوام، والمساء الحزين والإصباح. سوف أنسى أنساك يا مهجة النفس، وأنسى الهموم والأتراح. وعليك الجناح إذ إنك الظالم بدءاً، أما أنا لا جناح. إن خوفي أن يثأر الحب، إن خوفي أن يثأر الحب ممن تاسه عامداً وولى وراحت.